مرحبا، رايحين لغة فرنسية أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 16. عندنا ليغ قراءة، أوبجيكتيف، إذن سنتحدث عن الأهداف. طبعا سنتكلم عن أهداف مثل هذه الموضوعات كالتي عندنا في الأسفل كما نرى. أتولي فيديو بوغ لي جون ماغريبين، أتولي فيديو بوغ لي جون ماغريبين. إذن هذا مثال لنصين سنراه بعد هذه الفقرة. عندنا أوبجيكتيف يعني أهداف. إذن من ضمن الأهداف المتوخاة من مثل هذه المواضيع reconnaître le récit dans le compte rendu. Reconnaître le récit dans le compte rendu. ثم reconnaître les caractéristiques du compte rendu. ثم reconnaître les caractéristiques du compte rendu. Reconnaître le récit dans le compte rendu. Reconnaître le récit dans le compte rendu. يعني معرفة le récit يعني الرواية. Le récit يعني الرواية. طبعا هي اللي عندها علاقة بفعل réciter. Réciter يعني روا. إذا نتكلم عن الرواية. إذا نتكلم عن واحد القصة تحكى وتكتب. إذا نتكلم عن رواية. ما يشبه القصة. إذا reconnaître le récit dans le compte rendu. C'est quoi un compte rendu? إذا غنعرفوا الرواية في le compte rendu. طبعا كما قلنا من ضمن الأهداف أن نعرف الرواية dans le compte rendu. يعني في ما يسمى le compte rendu. إذا c'est quoi un compte rendu? Alors, c'est quoi un compte rendu? ما معنى un compte rendu? C'est quoi un compte rendu? Un compte rendu est un document qui permet. إذن le compte rendu هو وثيقة. Le compte rendu est un document. Un compte rendu est un document. إذن le compte rendu هو وثيقة أو مستند qui permet. الذي يمكن. عندنا هنا le verbe permettre. إذن نقول il permet. Il permet يعني هو يمكن. إذن عندنا هنا qui permet. الذي يمكن une fois. Une fois في العادة تعني مرة واحدة. نقول مثلا 3 فوا 2 إذن 3 مرات 2 يعني نتكلم عن الضرب. يعني 3 في 2 المقصود 3 في 2 3 فوا 2 3 فوا 2 إذن 3 مرات 2 3 فوا 2 إذن نتكلم عن الضرب. طبعا هنا عندنا اون فوا كما لو نقول مرة واحدة، ولكن المقصود هنا بمجرد. المقصود كما لو نقول لا ننتظر مرة أخرى. اون فوا اون غيونيو يعني بمجرد لقاء. لا غيونيو المقصود بها الاجتماع. لا غيونيو المقصود بها الاجتماع. لا غيونيو المقصود بها الاجتماع. تأتي من فعل غيونيغ. غيونيغ يعني أنك تجمع. أو سو غيونيغ يعني اجتماع. إذن بحالة نتكلم على مجموعة أشخاص يجمعون أنفسهم، المقصود أنهم يجتمعون. إذا نتكلم عن غيونيغ. غيونيغ مثلا دي زوبجي يعني أنك تجمع أشياء. أو سو غيونيغ أو بيان سو غيونيغ. سو غيونيغ يعني اجتمع. إذا نقول مثلا إيل سو غيونيس يعني أنهم هم يجتمعون. إيل سو غيونيس. إيل سو غيونيس يعني أنهم يجتمعون. إذن هنا عندنا اون فوا اون غيونيو بمجرد اجتماع أو ان ايفينمون اشوفي أو حدث ينتهي. عندنا لو فيرب اشوفي يعني أنهى. اشوفي يعني أنهى. إذن هنا نتكلم عن ليفينمون بأنها اشوفي يعني أن الحدث منتهي. إذن بمجرد اجتماع أو حدث منتهي مثلا لهذا الحدث أو الاجتماع سيمينار. سيمينار إذن المقصود هنا ندوة. نفس الشيء مع كلمة كولوك. كولوك أو بيا سيمينار تعني تقريبا ندوة. أو بيا فيزيت أو زيارة. إذا نتكلم عن واحد مجموعة أشخاص أنهم يكونوا في واحد الاجتماع أو في واحد الحدث.
اجتماع أو حدث مثل ماذا؟ مثل واحد الندوة، الندوة حول واحد الموضوع، يعني أن يعني هذه الندوة تستضيف مجموعة أشخاص يناقشون موضوعا ما. إذا نتكلم عن ندوة، إذا نتكلم عن سيمينار أو بيان كولوك أو بيان فيزيت، كما عندنا في النص، كما سنرى فيما بعد مجموعة أشخاص لهم علاقة بالسينما أتوا في زيارة من أجل تأطير عدد من الشباب. إذا نتكلم عن فيزيت، إذا بمجرد نهاية هذه الزيارة أو بمجرد نهاية حدث آخر مثلها، إذا اون فوا اون ريونيون ان ايفينمون اشيفي دو بروندر كونيسونس دو لا تونور دي بروبو كي اونت ايتي ايشانجي او دي كونستا كي اونت ايتي دريسي. إذا ان كونت روندي، إذا هذا لو كونت روندي ايت ان دوكيمون كي بيرمي، إذا هو واحد الوثيقة التي تمكن اون فوا اون ريونيون ان ايفينمون اشيفي. إذا هذه الوثيقة تمكن بمجرد انتهاء حدث او لقاء او زيارة التي ذكرنا بمجرد نهايتها دو بروندر كونيسونس. إذا تمكن هذه الوثيقة من اخذ معرفة، هذه الوثيقة تمكن بمجرد الانتهاء من هذا اللقاء يمكن من ماذا؟ دو بروندر كونيسونس، يمكن من اخذ معرفة. دو لا تونور، لا تونور المقصود به لو كونتوني دانكت. اذا نتكلم عن مضمون واحد الحدث، اذا المضمون ديال هذا اللقاء ديال هذه الزياره، اذا هذه الوثيقه تمكننا من معرفه هذا المضمون. دي بروبو كي اون تي اشانجي، اذا طبعت حال كلمه بروبو تعني الحديث، تعني الكلام، طبعا لها معاني اخرى. اذا نتكلم عن الموضوعات، اذا كمان نتكلم عن الموضوعات، اذا هذه الوثيقه ايضا تعطينا معرفه بهذه الموضوعات كي اون تي اشانجي، التي تبادلت، اللي تبادلت، التي كانت موضوع المبادله. اذا تنتكلم على هذه الموضوعات اللي تبادلوها هاد الاشخاص، اذا دي بروبو كي اون تي اشانجي. اذا نتكلم على الموضوعات التي تبودلت كما نقول دي كونستا كي اون تي دريسي. اذا نتكلم عن دي كونستا، طبعا كونستا ممكن ان تعني بروسي فيربال، اذا كما نتكلم عن محضر، كونستا ممكن ان تعني بروسي فيربال، نتكلم عن محضر يصف واحد الحاله معينه لواحد الحادث. لكن كلمه كونستا كما عندنا هنا، كونستا كما عندنا هنا ان تعني في دو ريكونيتر ان تا دي شوز. اذا نتكلم عن عمليه معرفه حاله الاشياء، لو في دو ريكونيتر ان تا دي شوز، ان تعني لو في دو ريكونيتر ان تا دي شوز. اذا كما نقول عمليه معرفه حاله الاشياء، بما معناه استنتاج، بما معناه استنتاج. اذا كي اون تي دي بروبو كي اون تي ايشانجي او دي كونستا كي اون تي دريسي. كلمه دريسي طبعا عندنا لو فيرب دريسي له عده معاني، لكن الذي همنا فيه هنا غاديجي، ان تعني كتابه. اذا نتكلم عن اشياء تم استنتاجها وكتبت. اذا هاد لو كونت روندي يعبر كتابه عن اشياء تم استنتاجها. اذا نتكلم عن دي كونستا كي اون تي دريسي، اذا نتكلم عن استنتاجات تمت كتابتها. اذا لو كونت روندي ايت ان دوكيمون كي بيرمي اون فوا اون ريونيون او ان ايفينمون اشيفي دو بروندر كونيسونس دو لا تونور دي بروبو كي اون تي ايشانجي او دي كونستا كي اون تي دريسي. اذا لو كونت روندي ما هو الا تلك الوثيقه كي بيرمي، التي تمكن من ماذا؟ De prendre connaissance, من أخذ المعرفة. De la teneur des propos. إذن من فحوى الموضوعات كي ont été échangées. من مضمون الموضوعات التي تم تبادلها أو des constats كي ont été dressés.
أو الاستنتاجات التي تمت. إذن لو كونت روندي بما معناه التقرير، الذي يعني التقرير هو تلك الوثيقة التي تكتب خلاصة عما حدث في اجتماع أو في زيارة أو في ندوة. إذن تلك الخلاصة التي تكتب بعد أن يتم الاجتماع أو بعد أن تتم الزيارة أو الندوة، إذن هاد الوثيقة تسمى تقريرا. إذن نتكلم على لو كونت روندي. طبعا نحن من خلال الموضوع الذي سنرى سنعرف الرواية في التقرير، كيف تكون الرواية في التقرير. ركونيتر لو ريسي دون لو كونت روندي، ركونيتر لي كاركتيرستيك دي كونت روندي، ثم معرفة خصائص التقرير. ركونيتر لي كاركتيرستيك دي كونت روندي، معرفة خصائص التقرير. إذن هذا الذي سنراه في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.